السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حاد وجاد. زمان قالوا لنا الصبر مفتاح الفرج، والكبار فهمونا في العجلة الندامة، وستي الحاجة قالت لي في التأني السلامة، وطنط أم طارق وخالتي أم هاشم وأنديل أم غندر قالوا يا بخت من بات مغلوب، وكل تأخيرة وفيها خيرة. والناس المتعلمة بتوع اللغة العربية الفصحى قالوا العدالة البطيئة تصلح المؤامرة الدنيئة وتكشف الحقيقة وبورسعيد بريئة وكل حاجة باتنين ونص. أخيرا حصل كل ده بعد هدوء. النهاردة اجتماع تاريخي وقرار تاريخي لاتحاد كرة القدم. الاجتماع كان شعاره بورسعيد على راسنا والمصري تاج راسنا وابو العربي معشش في راسنا. قرار اتحاد الكرة النهاردة طبيعي جدا وغير متوقع. توقعته الأغلبية لكنه مفاجئ، صادم للجميع، تقبله كل الجمهور. لحسن الحظ الاتحاد الأفريقي ساند وأيد القرار. المدهش والجميل قوي ان الفيفا اعلن انبهاره بعبقرية القرار. وفجأة مجلس الامن رمى موضوع سوريا ومشكلة النووي واعلن اجماع على القرار المصري. حتى روسيا والصين وافقوا. شفتوا المصري وقال ايه؟ شوية مذيعين قبيضة عايزين المصري ينزل درجة تانية. والجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلستها العادية اللي انعقدت بشكل طارئ ومفاجئ على سهوة موافقة برضو على القرار. وموافقات جماعية بقى، منظمة اليونسكو وهيئة الصحة العالمية وحقوق الإنسان، المنظمات والهيئات اللي ماشية صح والمنظمات اللي ماشية غلط، واللي بتاخد تمويل من أمريكا العميلة، المنظمات اللي اتكشفت واتبهدلت، والخونة المصريين اللي فيها اتبهدلوا وتهانوا. عشان ايه؟ عشان اتخلوا عن اخوانهم الاجانب الخونة، هربوهم من ورا ظهر الحكومة في طيارة سرية اتذاعت على الهواء سرا وبهتانا. وموافقات عالمية من منظمة مكافحة ظلم الحيوان وحماية الفيران والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الغذائية المحلية وهيئة ترعة المحمودية ورجالة السوق الافرنجي. بيان تأييد كمان من بقية الكواكب وخصوصا كوكب المريخ. وتحية من كل رجالة زمان وأولهم الخديوي عباس والفرنساوي دي لسيبس اللي خلى للواطي حس، وأخوه اسماعيل وسعيد وفؤاد اللي على نبوغ المصري يؤكدوا المصري نابغ، المصري الإنسان، المصري النادي، المصري اتحاد الكرة. قرار اتحاد الكرة ما يخطرش على بال ولا على خاطر ولا على عقل كمان. بس قرار اتحاد الكرة النهاردة كشف إن رجالته أعدل من الرسل والأنبياء. وقرار كشف إن هم ملايكة أو ملايكة فريزون يعني مزايكة، ودي حاجة أعلى شوية من الملايكة. قرار بيكشف إن البلد دي كانت وستظن بلد الأمن والأمان، وستظن بلد العدل والعدان، وبلد الحق والحقان والأصول والأصان وكل حاجة حوة. بلد ما تعرفش الظلم ولا القهر، ولا تنصر أبدا الظالم، ولا تطول عمر الدكتاتور، ولا تركع للفرعون، ولا تطبل للحاكم، ولا تخاف ما تختشيش. بلد عمرها ما تهرب فلوسها ولا غازها ابدا ابدا. قرار اتحاد الكره النهارده الاول من نوعه، وسيبقى الاول من نوعه حتى يوم القيامه، لان اللي خدوه ملهمش زي امبارح ولا النهارده ولا بكره ولا الاسبوع اللي فات. قرار اتحاد الكرة النهاردة شمل 99 نصا و999 من ألف نصا من أصوات المنتخبين في كل ربع مصر في أكبر عملية تصويت نزيهة شريفة شفافة عفيفة متشافة. القرار الأول لاتحاد كرة القدم اليوم اعتماد فوز المصري على الأهلي في بورسعيد 4-0 وتحويل هدف البرازيلي المجهول فابيو جونيور عشان يبقى لصالح المصري. وجهة نظر 100 100، لأن كل الأهداف دخلت في شبكة واحدة، ليه نقسمها بين الفرقتين؟ معقول ندي جول الأهلي وثلاثة المصري كلهم دخلوا في شبكة واحدة زي ما الحكم التعبان نسي وكتب في التقرير المنافس اللي قدمه لاتحاد الكرة إن المصري كسبان 3-1 بس. ومن يومها ولعلمكم بقى ولغاية النهاردة الجول الأولاني زعلان من إخواته الجول الثاني والثالث والرابع عشان الكابتشن فخيم نسي وكتبه للأهلي. القرار الثاني
اعتبار يوم 1 فبراير يوم المذبحة من كل عام هو يوم الفخر لكرة القدم المصرية العظيمة الشجاعة النبيلة المحترمة النظيفة، الرياضة اللي تقوم على الإنسانية والمحبة والإخوة وحق الإنسان في الحياة وحق المشجع في السفر مع فريقه لكل مكان في مصر. يوم الفخر للكرة المصرية. القرار الثالث، إقامة يوم الفخر للكرة المصرية في الأول من فبراير من كل عام بالتبادل بين المدن والملاعب المختلفة، والهدف نشر الخير ونشر اللعب النظيف في كل مكان في البلد. البداية اعذرونا هتكون سنة 2013 1 فبراير 2013 في ملعب بورسعيد، ملعب الفخر والنبل والطهارة واحترام الإنسان وتقديس الروح. بعد كده الاحتفالات هتدور بقى اعتبارا من عام 2014 هتروح مدينة بورسعيد، سنة 2015 هتروح لمدينة تانية بورسعيد، الاحتفالات سنة 2016 هتروح للمدينة الباسلة وهنستدعي لها جماهير انجلترا وفرنسا يحتفلوا معانا. ونظرا للمكانة الغالية لمدينة بورسعيد في الروح الرياضية اللي جمهورها بيحفظها في العربيات المصفحة ومحدش يقدر يوصلها، هترجع الاحتفالات في سنة 2017 تاني لبورسعيد. 2018 مختلفة هتروح لبورسعيد. القرار الرابع وهو أهم القرارات هو مربط الفرس، تأكيد على نزاهة وعدالة اتحاد الكورة والسلة والطايرة والبينج بونج وكل الاتحادات الرياضية والاستهلاكية. قرر اتحاد كرة القدم معاقبة النادي الأهلي القاهري بسبب شغب جمهوره وسفلته في الهتافات وفي اللافتات وفي الأغنيات وبسبب اعتدائه على جماهير المصري بالشمريخات والصراخيات والطوبات والحجرات والأزايز والكراسي، تعدى جمهوره على أطيب جمهور في مصر، جمهور المصري البورسعيدي. وكمان نزع الفانيلات الخضراء الشريفة الطاهرة من على أجسام الجماهير المتوضية، وإلزام النادي الأهلي بالهبوط إلى الدرجة الرابعة للدوري واستمرار الأهلي في الدرجة الرابعة لمدة 5 سنوات لا يحق له أبدا الصعود خلالها، وشطب كل نتائجه في الدوري العام السنة دي ومنح كل النقط اللي خدها لمنافسيه، واعتباره خسران كل ماتش 3-0 إلا ماتش غزل المحلة بس، لأن الماتش ده الحكم ألغاه عشان شغب جمهور المحلة. هنرجع للنتيجة الأصلية ونعتمد الماتش 2-2، غزل المحلة هياخد نقطة بس الأهلي مش هياخد النقطة لأنه ما يستاهلش وما يقدرش ينطق. القرار الخامس لاتحاد كرة القدم، تشديد العقوبة على النادي الأهلي ليكون عبرة لكل الأندية الأخرى بسحب بطولة الدوري منه في ال3 سنين اللي فاتوا وتقسيمها بعدالة بين كل الأندية، الأندية القوية الشطرة. المصري هياخد الدوري سنة 2009، بطولة الدوري سنة 2010 تروح للنادي المصري، وبعدين 2011 هتروح للنادي المصري. العدالة كويسة. وهننظر برضه في سحب كاس مصر من الأهلي في كل السنين اللي الأهلي كسب المصري في الفاينل، وهنعرف السنين دي من الجرايد عشان احنا ما عندناش أرشيف في اتحاد الكورة، واتحاد الكورة بيناشد الإعلاميين المثقفين في البرامج الرياضية الهادفة تمويل الاتحاد بنتائج كاس مصر لما المصري خسر ظلما من الأهلي عشان نقلب الكاس ونديه للمصري. القرار السادس وهو رمز وأسلوب جديد للتعليم على الجمهور اللي بيعتدي على الجمهور المنافس، الجمهور اللي بيعتدي على الجمهور المسالم المتوضي الطاهر، وأول جمهور هيتعلم عليه جمهور الأهلي بتوع الألتراس اللي نازلين لميدان التحرير. مالكم انتوا ومال ميدان التحرير؟ تروحوا تزعلوا الريس؟ حد يزعل الريس؟ ده بورسعيد كلها بتعتذر لك يا ريس وبتقول لك احنا اسفين يا ريس يا اللي كنت مقدم الاهلاويه. واتحاد الكره قرر معاقبه جمهور الاهلي بيلعب كل مبارياته في الدرجه الرابعه، كل مبارياته في الدرجه الرابعه في اول سنه في ملعب بورسعيد، وخلي حسن حمدي بتاعهم بقى يتانزح ويقول لك مش هنروح بورسعيد 5 سنين. طب اهو اول سنه على طول وهو في الدرجه الرابعه
هيلعب كل ماتشاته في بورسعيد غصب عنه وعن صالح سليم. والسنه اللي بعديها هنخفف شويه العقوبات وننقل مباريات الاهلي من القاهره لبورسعيد. وترجع بقى بعد كده في السنوات الباقيه ليه في الدرجه الرابعه، هيفضلوا ثلاث سنين، هتقام في ثلاث سنين دول في بورسعيد تحقيقا للعداله والحق. سابعا، شطب كل لاعبي النادي الاهلي الذين شاركوا في المباراه القذره بسبب محاولاتهم الدنيئه في الاعتداء على جماهير بورسعيد البريئه الطاهره فور نهايه اللقاء. وعدم قبول اي التماس او احتباس من اي لاعب مشطوب، خصوصا بعد ما اثبتت التقارير الصحيحه والمؤكده والمحلوف على امرها من الحكم ومن المراقبين ان لاعبي الاهلي الخارجين عن النظام والقانون صعدوا بملء ارادتهم قصدا ورصدا واستنصادا مع سبق الاصنان والتنصت الى مدرجات جمهور المصري. وتسبب كل لاعب في الاهلي في مقتل 14 متفرجا متوضيا مصليا من المصري، بينهم حسبي الله ونعم الوكيل ما كان في عز الصلاة ساعتها. ولما نحسبها هنلاقي بالبرجل والمنقلة ان كل لاعب اهلاوي لما يموت 14 واحد مصراوي يبقى عندنا 1000 مصاب، ده غير الميتين اللي تحت.